مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. يقول الصحفي الأمريكي مارك توين: كن حذرا وأنت تقرأ كتب الصحة، فقد تموت بخطأ مطبعي. طبعا هو يقصد أنه الإرشادات الصحية لازم نتبعها بكل دقة، وهذا هو هدف برنامجنا بين الخطأ والصواب، أن نقدم لكم المعلومة الصحيحة ونصحح المعتقدات الخاطئة. اليوم موضوعنا عن مرض ارتفاع ضغط الدم، وهو من أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم. بنتكلم عن بعض السلوكيات اليومية والأكلات اللي ممكن تخلي ضغط الدم يرتفع، وبنتكلم بعد عن العلاقة بين الصوم وارتفاع ضغط الدم. كل هذه التفاصيل مع الطبيب المختص، خليكم معنا. مشاهدينا الأعزاء، حديثنا اليوم عن القاتل الصامت. الله يحميكم يا رب والله يبعده عنا جميعا. اليوم نستضيف الدكتورة مطلوبة الزجالي، أخصائية أولى في أمراض القلب والشرايين في المستشفى السلطاني. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا أخوي دكتور المعتصم على الاستضافة. دكتورة، نريد نعرف في البداية للمشاهدين إيش نقصد بمرض ضغط الدم، وإيش هي الأنواع الموجودة في هذا المرض؟ ضغط الدم أو blood pressure باللغة الإنجليزية تعتبر هي قوة دفع الدم لجدران الأوعية الدموية. طبعا الدورة الدموية لما تبدأ بانقباض عضلة القلب، إن العضلة تنقبض وفي دم ينتقل من العضلة إلى الشريان الأبهر. الشريان الأبهر تعتبر من أهم وأضخم الشرايين الموجودة في جسم الإنسان، وبالتالي ينتقل الدم من الشريان الأبهر إلى جميع شرايين الجسم وفي جسم كامل. وبعد الانقباض يحصل إيش؟ انبساط في عضلة القلب، إن العضلة تنبسط وتمتلأ بكمية جديدة من الدم، بعدين تنعاد العملية يكون في انقباض. أنواع ضغط الدم عندنا: ضغط الدم الانقباضي اللي هو يحصل في أثناء انقباض عضلة القلب، وضغط الدم الانبساطي اللي يكون أثناء انبساط عضلة القلب. طبعا لما احنا نقرأ ضغط الدم لأي إنسان، يعني القراءة تكون على هيئة كسر، مثلا يقول لك ضغط، مثلا الضغط عندي 120 على 80 أو 140 على 90، فمعناته إيش؟ القراءة اللي فوق هي الضغط الانقباضي، وتحت اللي هي الضغط الانبساطي، فهذه هي النوعين من أنواع ضغط الدم. طيب دكتورة، إيش أهم الأسباب اللي ممكن تؤدي لمرض ضغط الدم؟ هو ما في أسباب مباشرة، إنما في عوامل ممكن تسبب ضغط الدم، مثل ما ذكرت عندنا التقدم في السن. الناس اللي كبار في السن عندهم فرصة حدوث ضغط الدم أكثر من الناس اللي يكونوا صغار في السن. طبعاً تناول الأملاح بكثرة وعدم ممارسة الرياضة، ممكن القلق والضغوطات النفسية، تعتبر هذه كلها عوامل تسبب ضغط الدم. في أسباب مثلاً من ناحية القلب، تصلب الشرايين أو تضيق في الشرايين ممكن يسبب ضغط الدم. وعندنا مثلاً أسباب أخرى، مشاكل في الكلى، وظائف الكلى أو مشاكل في شرايين الكلى ممكن يسبب ضغط الدم. عندنا أسباب أخرى، مثلاً أسباب الغدد، خصوصاً الغدة الكظرية اللي هي تكون موجودة فوق الكلى، أو الغدد فوق الكلى تفرز هرمونات ممكن تساعد أو أنها تسبب ارتفاع في ضغط الدم، لأنها تفرز هرمونات اللي ترفع من ضغط الدم أساساً. التدخين ممكن يكون أحد الأسباب أيضاً اللي يسبب ضغط الدم. فعموماً هذه هي العوامل والأسباب اللي ممكن تسبب ضغط الدم. دكتورة، معظم الناس يعني يقول لك أنا ما كان عندي أي شيء، أروح المستشفى وفجأة يظهر أن الضغط صار عالي، فهل في أعراض ممكن يعني تكون إشارات للشخص أنه الضغط ممكن يكون مرتفع لو صارت لك هذه الأعراض؟ وإيش هي الآثار المترتبة على ارتفاع ضغط الدم؟ إيش هي الآثار اللي ممكنها تصير؟ طيب، ضغط الدم تعتبر من الأمراض اللي هي احنا نسميها سايلنت كيلر أو القاتل الصامت. بالعادة ما يكون في أعراض معينة يشتكي منها المريض. يمكن في ناس كثير عايشين معانا يكون معاهم ارتفاع ضغط الدم، دراسات أيضا بينت خصوصا في بريطانيا وفي أمريكا، يعني عملوا دراسات كثيرة شافوا أن في نسبة كبيرة من الناس ما يشتكون، بس هم أصلا يعانون من ضغط الدم. ممكن يكون في أعراض مثلا صداع المزمن، أو ممكن يكون دوار وغثيان، ممكن تكون هذه أعراض بسيطة وإشارات
لضغط الدم، بينما هناك مضاعفات لما يجي ضغط الدم. الواحد لما يكون عنده ضغط الدم يبين في حالة لما اوريدي خلاص يكون عضو من أعضاء جسمه يعني صار في خلل بسبب ضغط الدم، وممكن يأثر على القلب بسبب تصلب في الشرايين، تضيق في الشرايين، ذبحة صدرية، ممكن يأثر على عضلة القلب مثلا يكون في قصور أو فشل في القلب، ممكن له تأثير على الكلى يسبب فشل في الكلى، ممكن له تأثير على الشرايين اللي موجودة في الدماغ ممكن يسبب سكتات دماغية، وأيضا له تأثير على العيون على شبكية العين ممكن يسبب تمزق في شبكية العين. عموما هذه هي يعني المضاعفات أو الآثار المترتبة من ضغط الدم. إيش تأثير الصيام دكتورة على مرضى ضغط الدم؟ مرضى ضغط الدم ما إن لهم تأثير مثل ما نقول سلبي الصيام، يعني مثلا إذا يصوموا يكون في تأثير سلبي عليهم، لا بالعكس. في دراسات كثيرة أجريت في الدول الإسلامية من قبل علماء مسلمين بيّنت إن الناس اللي يعانون مثلا من ضغط الدم أو أمراض القلب تقريبا 90% منهم ممكن يصوموا، يعني في آثار بالعكس إيجابية. ولكن المريض طبعا يكون يعرف بالضبط متى يتناول أدويته بحيث إنه ما يدخل في مخاطر. فعموما إن الصيام ما إلها تأثير سلبي على مرضى ضغط الدم، هاي حسب الدراسات. طيب دكتورة لو تكلمنا عن الأغذية، إيش هي الأغذية اللي مفيدة وصحية وممكن يعني تساعد مريض ضغط الدم في رمضان أو حتى في غير رمضان، وإيش هي الأغذية اللي يفترض أنه يتجنبها ويبتعدها دائما عن المائدة؟ طبعا في فترة الصيام ومن غير الصيام مرضى ضغط الدم احنا دائما ننصحهم انهم يقللوا من الاكلات اللي فيها ملوحة او من تناول الاملاح، وايضا ننصحهم ما يكثروا من الاكلات الدهنيات مثلا كوليسترول، يعني على اساس انه ما يصيبهم الكوليسترول. بالعادة ضغط الدم والكوليسترول والسكري مع بعض، ننصحهم من تقليل السكر ايضا في الاكل والملح والدهون. في فترة الصيام نشجعهم أنهم يكثروا من الأكل المتوازن، مثلا يكثروا من الخضار ويكثروا من الفواكه بحيث أنهم هم ما يعطشوا، ويتجنبون الأكلات الدسمة خصوصا الدهون والأملاح بحيث أنهم ما يصيبهم العطش. فهذه عموما بشكل عام الأكلات اللي ممكن يتناولوها مرضى ضغط الدم. وايضا نشجعهم انهم هم يكثروا من الاسماك، وطبعا الدراسات بينت ان الاسماك لها اثار ايجابيه على مرضى القلب، ويتجنبون طبعا اللحوم الحمراء بحيث انهم ما يصيبهم امراض الشرايين وتصلب الشرايين والامراض هذه كلها. نصائحك العامه دكتوره وارشاداتك سواء لمرضى ضغط الدم أو حتى للمشاهدين الكرام بحيث أنهم يتجنبوا هذه الأمراض ويبعدوا عنهم احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم. احنا ننصح المرضى كلهم وغير المرضى أنهم هم يتبعوا الأنماط الحياة الصحية، الأغذية المتوازنة، الخضار والفواكه، تقليل من الأملاح واللحوم والأكلات الدسمة والدهون، ممارسة الرياضة، أقل شيء المشي طبعا، وأيضا الإقلاع عن التدخين خصوصا المدخنين. ننصحهم أنهم يقللوا من التدخين بحيث أن ما يصابهم أمراض ضغط الدم وتصلب الشرايين. والمرضى مثلا أو الناس الأصحاء فوق 40 سنة ننصحهم أنهم يزوروا أقرب مراكز صحية. في عندنا برنامج اللي هو افحص واطمئن أو ما فوق 40 سنة، يعملوا فحوصات مبكرة بحيث أنهم يكشفوا المرض مبكر بدل ما أنهم ممكن الواحد يكون عنده ضغط الدم وهو ما عارف أساساً. فالبرنامج هذا كثير يساعدهم، فممكن يروحوا لأقرب مركز صحي ويعملوا فحوصات المبكرة هذه. كل الشكر لك دكتورة مطلوبة الزجالي على هذه المعلومات وعلى هذه المقابلة الجميلة. مشكور دكتور أخوي المعتصم على الاستضافة، وأشكر تلفزيون عمان على الاستضافة وإتاحة الفرصة أني أتكلم عن ضغط الدم اليوم.
ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، خليكم معنا. مشاهدينا الأعزاء، مثل ما عودناكم نوضح لكم دائما الأشياء الصحيحة والأشياء الغير صحيحة واللي تأثر على صحتكم في حياتنا اليومية. اليوم نناقش موضوع مهم جدا وهو المشروبات الغازية. المشروبات الغازية ندمن عليها، وفي ناس صاروا ما ممكنهم يتوقفوا عن هذه المشروبات الغازية لهم أو لأطفالهم. اليوم بنوضح واحد فقط من الأضرار الكثيرة للمشروبات الغازية، تجربة بسيطة ممكن حتى تجربوها في البيت. عندنا هذا السن الحقيقي مثل ما انتم شايفين، طبعا لونه تقريبا طبيعي. بنحط هذا السن وبنضيف له واحد من المشروبات الغازية الموجودة في السوق. طبعا الأضرار اللي احنا نوضحها موجودة لكل المشروبات الغازية عموما، لكن هذا فقط للتجربة بنستخدم هذا المشروب الغازي. نريد نشوف مشاهدينا ايش التأثيرات اللي بتصير على هذا السن اللي خلينا في المشروب الغازي بعد 24 ساعة. بنروح وبنرجع لكم بعد 24 ساعة ونشوف إيش الفرق. رجعنا لكم مشاهدينا بعد 24 ساعة ونريد نشوف معاكم إيش التأثير اللي صار على هذا السن مع المشروب الغازي. مثل ما انتم شايفين مشاهدينا، السن تغير لونه بشكل كبير جدا، صار لونه أقرب إلى السواد، راح اللون الأبيض اللي كان موجود مع بعض التآكل. لو تلاحظوا في تآكل صار للسن في أكثر من منطقة. هذا هو تأثير المشروبات الغازية اللي فيها أحماض كثيرة، وهذه نسبة الأحماض واللي مثبت في الدراسات، لكن احنا نتجاهل هذه الدراسات للأسف، انه في نسبة كبيرة من الأحماض تأثر على طبقة المينا الموجودة في الأسنان اللي هي طبقة تغطي الأسنان. مثل ما انتم شايفين هذه الطبقة الطبيعية تآكلت من 24 ساعة فقط، وهذا يدل على قوة الأحماض الموجودة في المشروبات الغازية. لما احنا نشرب هذه المشروبات الغازية بشكل شبه يومي لفترة طويلة، توقعوا ايش التأثيرات اللي بتصير على الأسنان سواء للكبار او حتى للصغار، واعتقد انه في أمثلة كثير موجودة في عوائلكم وانتم عارفين هذا الشيء. بالإضافة الى هذا طبعا في أضرار كثيرة موجودة للمشروبات الغازية، ما بس على الأسنان، لكل عضو تقريبا في جسم الإنسان هناك مجموعة من الأضرار واللي وضحتها الدراسات. نتمنى أنها تكون هذه الفقرة هي بداية تغييركم لهذا المفهوم، وأنكم تقللوا من المشروبات الغازية في استخدامكم اليومي. مشاهدي الكرام، الله يحفظكم من كل مكروه. في حالة المرض، هل أنتم من النوع من الناس اللي يحب أنه يأخذ له راحة يومين ثلاثة، ولا تحبوا أنكم ما تحسسوا أنفسكم بالمرض وتمارسوا حياتكم بشكل اعتيادي؟ هذا سؤالنا للجمهور، خلونا نشوف رأيهم ونرجع لكم. أفضل الحركة تجاهل، لأن إذا جلست بيزيد الخمول عندك وبزيد المرض. إذا تجلس للمرض طبعا بيزيد لك المرض، وإذا تحركت ورحت وجيت وقضيت أمورك ومشاويرك إن شاء الله بتعدي على خير. والله أفضل الحركة علشان يكون يروح المرض، يعني أنسى المرض. يعني لو نمت مثلا أحس، يعني دائما أحس تعبانة وخمول وكذا، ما يروح المرض. في مرض يحتاج لقسط أكيد، يعني في مرض يحتاج لقسط وبعدين حركة، يعني لازم نخلط بين الموضوع. مثل ما شفتوا مشاهدينا، بعض الناس يحبوا أنهم يرتاحوا في فترة المرض، وبعض الناس يحبوا أنهم يمارسوا حياتهم الطبيعية. اللي أريد أقول لكم إياه أنه دائما الشخص مفترض أنه يرتاح لما يكون مريض، حتى يومين ثلاثة لحد ما يخف المرض وبعدين ممكن يطلع. لكن هذه الفترة تختلف من مرض لثاني، وفي نفس الوقت تختلف من شخص لثاني على حسب قوة جهاز المناعة. فالمعلومة المهمة أنه الواحد لازم يستشير الطبيب ويعرف إيش الفترة المناسبة أنه يرتاح فيها. يعني على سبيل المثال، بعد العمليات الجراحية مفروض الواحد يرتاح بشكل تام ويتناول سوائل كثير، وطبعا حتى العمليات الجراحية تختلف في فترة الراحة. هذه كانت معلومة اليوم، نروح لفاصل وراجعين. من الوجبات أعزائي المشاهدين اللي تتشرب بالزيت بشكل كبير جدا أثناء تحضيرها هي الباذنجان. حبينا نقدم لكم طريقة في تحضير الباذنجان بدون ما يتشرب بالزيت.
مشاهدينا الكرام، شهر رمضان فرصة إن نتقرب إلى ربنا بالعبادة وإن تكون حياتنا صحية في كل تفاصيلها. هذه نهاية حلقة اليوم من برنامج بين الخطأ والصواب. موعدنا يتكرر معاكم بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.